بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظاهرة الفلاحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن دائما نبقى مع تقليم شجرة العنب أو شجرة الكروم، ولكن في هذا الفيديو سوف نتحدث عن كيفية تربية أقلام جديدة، كيفية تربية أقلام جديدة للسنة القادمة. إذن كما تلاحظون هذه التعريشة، فيها هذا فرع وهذا فرع، فيها فرعين. إذن أريد أنا أن أضيف فرع، إذن تصبح كذا على ثلاثة أغصان بهذه الطريقة، تصبح على ثلاثة أغصان. إذن أول عملية ماذا نفعل؟ نقوم بعملية التقليم. إذن هذا هو الأصل، هذه الأم، وهذه أفرع ثانوية. إذن وهذه الأقلام التي أعطتنا الثمار في السنة الماضية. إذن هذه الأم، هذا القلم، لاحظ جيدا، يتجه إلى الأسفل، نقوم بإزالته. إذن هذا القلم، هذا القلم أعطانا الثمار السنة الماضية، كذلك هذا أعطانا الثمار السنة الماضية. هذا اتجاهي إلى الأسفل، نقوم بقصه هكذا. إذن هنا نحسب هذه عين عمياء، واحد أو لا نحسبها أو يمكننا حسابها، عين العمياء واحد اثنان ثلاثة في الرابعة نقص. إذن هنا كذلك هذه العين العمياء واحد اثنان ثلاثة في الرابعة نقص. إذن ما يهمنا هذا القلم، لاحظ من أين خرج، من الأصل، من الأم، كما نطلق عليه بالدارجة سراق الماء. هذا خرج من الأم، هذا لا يعطينا ثمار، لكننا نحتاجه كقلم تربية للسنة القادمة إن شاء الله، حتى تصبح التعريشة بثلاث فروع أو بثلاث حتى تصبح التعريشة بثلاث فروع أو بثلاث أغصان هكذا. هذا واحد، هذا اثنين، نحتاج إلى الثالث. إذن هذا ماذا نفعل له؟ إذا نأتي هنا، هذه العين الأولى لا نقوم بحسابها، نأتي إلى العين هذه، العين إن شاء الله سوف تعطينا برعم جديد لهذه السنة، والسنة القادمة إن شاء الله سوف يصبح الغصن الثالث ويعطينا ثمار. إذا نأتي هنا ما وراء هذه العين، هكذا. إذا هكذا نتركه. إذا هذه العين إن شاء الله لا تعطينا ثمار، لكنها سوف تعطينا غصن جديد، وهذا الغصن إن شاء الله في السنة القادمة إن شاء الله يعطينا ثمار. معنى هذا، الجذع، جذع العنب أو الخربة، يصبح فيه ثلاث أغصان، واحد اثنان، ونقوم بتربية هذا، هذا يسموه غصن التربية أو عين التربية، بمعنى أننا نربي منها قلم للسنة القادمة إن شاء الله. إذا بعدما تحدثنا عن كيفية تربية أقلام جديدة، الآن نتحدث عن كيفية تربية كرمة العنب، كيف نقوم بتربيته. إذا كما تلاحظون هذه الكرمة، إذا فيها الأفرع مختلطة، يجب أن تكون الكرمة بهذا الشكل مفتوحة في الوسط. وإحنا تحدثنا قلنا على لماذا نقول أن الكرمة تكون مفتوحة في الوسط، من أجل حتى تصلها أشعة الشمس ويصلها الهواء. إذا كما تلاحظون هذه الأفرع، هذا
متجه ناحية الأسفل، ونحن نريد أن نربي هكذا، تكون هكذا ترتفع عن الأرض وتكون هكذا فيها ثلاث أو أربعة أقلام. إذا هذا لا نحتاج، نقوم بقصه. إذا كذلك هذا القلم في الوسط، كذلك نقوم بقصه. إذا هكذا كم أصبع فيها؟ واحد اثنان ثلاثة، في الوسط فارغة. إذا هذا يتجه إلى الداخل، نقوم بقصه. هذا يتجه إلى الأسفل، نقوم بقصه. إذا لاحظ كيف أصبحت. يجب تنظيف تعريشها جيدا حتى لا تتكاثر فيها الجراثيم والبكتيريا، خصوصا الفطريات. إذا بهذه الطريقة أصبح بها ثلاثة أغصان في الوسط متفتحة، أي أنها تنمو هكذا. إذا نأتي إلى هنا، بهذه الطريقة. إذا التعريشة أصبحت بهذه الطريقة. إن شاء الله السنة القادمة نترك القلم الذي يتجه إلى الخارج هنا، كذلك القلم الذي يتجه إلى الخارج هنا، وهنا نحافظ على نفس الاتجاه. إذا وبذلك إن شاء الله سوف تنمو هكذا، تنمو بهذا الشكل هكذا، تكون ترتفع بثلاث أقلام، هذا القلم وهذا القلم وهذا القلم. وبهذا عندما تنمو وحتى تكبر بهذه الطريقة، تكون دائما مفتوحة في الوسط، أي أنه تصلها أشعة الشمس ويصلها الهواء إن شاء الله. إذا وبهذا نقول لإخواني أخواتي مشاهدي قناة نظارة الفلاحية، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، الضغط على الجام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مفهومة.